ومن ولاية كولورادو ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور وليد فارس، الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية والمستشار السابق للرئيس ترامب. مرحبا بك معنا دكتور وليد إلى حدث اليوم. واليوم كيف تجد هذه اللغة الودية، هذه اللغة التصالحية، حتى ربما تحمل رسائل تتعلق بالقليل من سوء الفهم، القليل أيضا من التصريحات المتبادلة التي لم يجدها الكثيرون إيجابية ما بين موسكو وواشنطن؟ من الطبيعي جدا أن البلدين وهم جباران وقوى نووية ولهما حق الفيتو، يعني فعلا هما ركنان كبيران. طبعا نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أقوى القوى الآن، ولكن روسيا هي الثاني أقوى هذه القوى، ولهم مسؤوليات دولية حتى ولو كانت هنالك مواد خلافية واسعة، وهي واسعة جدا، أكانت فيما يتعلق بأوكرانيا أو القرم في أوروبا أو في سوريا أو في أماكن أخرى، أو حتى في دعم طبعا موسكو لإيران. فالولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وهذه الإدارة، إدارة ترامب بشكل خاص، تعلم تماما أن هنالك مجالات كبيرة وواسعة جدا فعلا تبدأ من الفضاء. يعني الآن نتكلم عن أمور على الأرض، والقوتان منظمان كثير من الأمور فيما يتعلق بتنظيم يعني الفضاء وقوانين الفضاء إلى ما هنالك، إلى أمور تتعلق بالإرهاب والأمن وطبعا الاقتصاد الدولي. إذن هذه المناسبة في الجي 20 أعطت للطرفين للرئيسين قدرة ومساحة لكي يعمقا على الأقل المواد غير الخلافية والمواد التي يمكن أن يكون هنالك تعاون فيها. نعم، ماذا عن التقاطعات الروسية الأمريكية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط دكتور وليد؟ هذا سؤال مركزي، وهو ربما السؤال إذا كان له من جواب فسيحل الكثير من المشاكل. وأهم ملف دون غيره يعني بشكل واضح هو الملف الإيراني في سوريا. يعني الوجود الروسي في سوريا من ناحية والوجود الإيراني في سوريا هما يشكلان مواد خلافية بين الاثنين فيما يتعلق بالوضع الحالي، يعني مصير ميليشيات الإيرانية في سوريا، وفيما يتعلق بمستقبل سوريا، يعني مستقبل السلام والاستقرار والأمور المتعلقة بالوضع الأمني والسياسي. لذلك فعلى الصعيدين الأمني والسياسي نرى محاولات من قبل واشنطن وموسكو لكي يثبتان الوضع القائم، ستاتس كو، في هذه المرحلة في سوريا، كي لا تقوم إيران بتغيير هذا الستاتس كو وتجر الطرفين للتصادم. حتى في عز المشاكل في سوريا كان الطرفان لهما ما يسمى بالخط الأحمر، يعني خط هاتفي بين القيادتين لمنع أي تصادم، التصادم ممنوع. أما الحلول فسوف تأخذ وقتا لا بأس به. نعم، ولكن كيف يمكن للطرفين اليوم كقوى عظمى الحفاظ على هذا المسار الودي حتى ولو كان فقط على صعيد التصريحات؟ نتحدث اليوم عن أن واشنطن تتجه لتكوين تحالف دولي لمواجهة إيران وروسيا، بالرغم حتى من تململها من تصرفات طهران ونظامها، إلى أنها شريك معها في سوريا. المشكل هنا أنه القيادة الروسية وصلت في السنوات الماضية، العقد الماضي تقريبا، إلى تفاهم مع إيران على الصعيد الاستراتيجي في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا غائبة عن هذا الموضوع. نحن نتكلم عن يعني الثمان سنوات التي كانت فيها إدارة رئيس أوباما هي مسؤولة، فكانت إدارة رئيس أوباما تهجم إلى الأمام لتوقيع هذا الاتفاق النووي مع إيران ولا تأبه إلى ما يمكن أن تقوم به مع روسيا لكي تقنع روسيا أن لا يكون لها تحالف استراتيجي مع إيران. الاتفاق النووي الإيراني هو الذي عطل المحاولات بين إدارة أوباما والقيادة الروسية لكي يكون هنالك تفاهم ما فوق إيران. يعني إيران دولة صغيرة بالمقارنة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل يعقل أن روسيا لها علاقة استراتيجية مع إيران على حساب علاقاتها مع المجتمع الدولي بشكل عام ومع الدول العربية والشرق الأوسطية وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، وعلى ذكر الدول العربية، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تدعمان وتؤيدان استضافة الرياض لقمة العشرين القادمة. اليوم ما هو ثقل وأهمية دور الوسط للسعودية ما بين القوى الدولية؟ دور المملكة العربية السعودية كبير بالنسبة على الأقل من موقع هنا في واشنطن أو في الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الأمريكي. أولاً هناك المجابهة المشتركة للإرهاب، الإرهاب التكفيري، نتكلم عن داعش والقاعدة وكل من ارتبط بهم أكان عسكريا أو عقائديا، والأمر معروف. ثانيا على صعيد دوزنة أو القيام بنوع من استقرار في الأسواق المالية النفطية،
يعني إدارة الرئيس ترامب اتكلت عمليا على المملكة العربية السعودية وحلفائها في المنطقة بهذا الموضوع. ثالثا، وتكلم عنه وغرد حوله الرئيس ترامب، هو موضوع التطرف. المملكة العربية السعودية على الأقل، على الأقل منذ زيارة الرئيس ترامب إلى الرياض في 2017، هي رائدة في مواجهة التطرف، ومن غير السعودية قادر أن يواجه هذا التطرف ومعها مصر ومعها الإمارات؟ إذن موقع السعودية بات أساسيا بالنسبة لسياسات واشنطن والدول الغربية في المنطقة. إذن ماذا عن القمة القادمة؟ نتحدث عن قمة عالمية، قمة اقتصادية محورية كل عام، نتحدث عن مشاريع منذ الآن تعلن عنها السعودية، ماذا عن إصلاح منظمة التجارة العالمية وغيرها من الملفات الشائكة التي يبدو أن الرياض ستركز عليها في النسخة القادمة؟ من موقع أمريكي أيضا أقول ما يلي: هنالك تكتلات مصالح تسمى باللوبي أحيانا في واشنطن، ومنها ما هو مرتبط بإيران ومنها ما هو مرتبط بقطر، لنكون صريحين، تعملان هذه المصالح، تعمل جميعها على يعني إضعاف العلاقات بين أمريكا والمملكة العربية السعودية والتحالف العربي. ورأينا ما رأيناه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب من قوانين يعني هي عمليا ضد المملكة وحلفائها في اليمن وفي أماكن أخرى. الذي يجب أن نفهمه أنه عمق الولايات المتحدة الأمريكية، أكان في الكونغرس أو مراكز الأبحاث أو وزارة الدفاع، الخارجية والبيت الأبيض الآن، هم فاهمين بهذا العمق، فاهمين تماما أنه لولا وجود وتحرك المملكة العربية السعودية، وأقولها بصراحة، هذه القيادة بالذات الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بالإصلاح الداخلي، وقالها الرئيس ترامب اليوم، فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومساعدة المجتمع الدولي على كل هذه الجبهات، لكانت الأوضاع مختلفة وأخطر بكثير مما هي عليه الآن. إذن عندما تقود المملكة هذه الأعمال الاقتصادية والاجتماعات الدولية، فهذا في من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. من ولاية كولورادو كنت معنا عبر سكايب الدكتور وليد فارس، الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية والمستشار السابق للرئيس ترامب. دائما لك جزيل الشكر على كل ما تتفضل به من إيضاحات. شكرا.